نحييكم مشاهدينا ونقدم لكم أهم وآخر الأخبار على قناة الدار. والبداية بالعناوين: المغرب يعزز آلية البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سفير فرنسا يقدم أوراق اعتماده في المغرب. وعزيز أخنوش يفند توأمة أكادير ونشير الإسرائيلية. تطورات بناء أول محطة نووية بالمغرب. والمجلس الوطني للصحافة يطالب الكاف بحماية الصحفيين المغاربة في الشان بالجزائر. أهلا بكم. أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة أن الدليل العملي حول تقنية البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار رؤية قائمة على تثمين النجاحات وضمان استمرارية المؤشرات الإيجابية في المستقبل، باعتباره وثيقة تضم مجموعة من الممارسات الجيدة في هذا المجال ورسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية على رأسها معايير مجموعة العمل المالية. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس بالرباط كريستوف لوكوروتي الذي قدم نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الفرنسية لدى الملك محمد السادس. وكان السفير الفرنسي الجديد وصل إلى الرباط حسب ما ذكر أرنو بيشو وزير المستشار بالسفارة الفرنسية. أحرج رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير أعضاء المعارضة بتفنيد مزاعمهم بخصوص توأمة جماعة أكادير مع مدينة نيشر الإسرائيلية، نافيا هذه الادعاءات التي اعتبرها مجرد أكاذيب، ودعا المعارضة إلى تحري صحة المعلومات قبل اتهام المجلس بأمور لا أساس لها من الصحة، ودعاها إلى التوقف عن التلاعب بالرأي العام من خلال الترويج للأكاذيب والتوقف عن نشر الكذب في صفوف ساكنة مدينة أكادير. طالب المجلس الوطني للصحافة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بضمان حماية الصحفيين المغاربة أثناء تغطية منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي ستحتضنها الجزائر. وشدد المجلس الوطني في رسالة وجهها إلى الكاف أن تكون معاملة الصحفيين المغاربة متساوية مع صحفيي الدول الأخرى وضمان سفرهم وتحركاتهم بدون أي قيود من أجل القيام بواجبهم المهني الذي تضمنه المواثيق الإفريقية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان. تطورات جديدة سيشهدها مشروع بناء أول محطة نووية بالمغرب خلال الربع الأول من العام القادم، وفق ما نشرته حصريا منصة الطاقة المتخصصة، حيث قالت إن وزارة الانتقال الطاقي ستوقع خلال الفترة المذكورة عقدا لبدء دراسات الجدوى حول المشروع بتمويل من إحدى الجهات الأوروبية المانحة. وكان مجلس الوزراء الروسي قد أعلن في 12 أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية لبناء أول محطة طاقة نووية في المغرب، موضحا أنه صادق على مسودة الاتفاق التي قدمتها شركة روساتوم الروسية المتخصصة بالمشروعات النووية. وبهذا الخبر نطوي صفحة هذا العام في أمل أن نلتقي بكم مشاهدينا في العام القادم بباقة برامج متنوعة ومختلفة، ولا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني دار.ما. نهاية النشرة وإلى اللقاء.